وفاة الرئيس الإيراني أحمد رئيسي في حادث تحطم المروحية اللي كان بيستقلها، وكان معاه مجموعة من السياسيين ومنهم وزير خارجية إيران. الحادثة من وجهة نظري الشخصية مريبة وتثير الشكوك، وإحساسي الشخصي إن أمريكا تقف هي وإسرائيل ورا الحادثة دي. أمريكا كانت بتستخدم إيران فزاعة لدول الخليج، وأمريكا بتعتبر إيران حليف استراتيجي ليها بتحركه كيفما تشاء. وما ننساش كلنا صفقة توريد الأسلحة اللي قامت بيها أمريكا لإيران ورفعت عنها الحظر اللي كان معمول سنة 79 بقيادة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. أمريكا وردت أسلحة لإيران في حربها ضد العراق رغم تظاهرها للعالم كله باستمرارية الحظر اللي عملاه على إيران، وكانت تندد بالسياسة الإيرانية، ولكن من وراء الستار كانت وقفة أمريكا بتورد السلاح لإيران علشان ما تترميش في حضن الاتحاد السوفيتي وتاخد منه السلاح. وأمريكا كانت بترى في وصول آية الله الخميني إلى سدة الحكم في إيران أفضل حل ليها للقضاء على الحركة الشيوعية. كلنا عارفين فضيحة إيران جيت أو إيران كونترا، واللي مش عارف القصة دي يرجع على السوشيال ميديا في الويكيبيديا وهو يعرف إزاي أمريكا كانت بتمول إيران بالسلاح. ولكن إيران تجرأت على أمريكا وإسرائيل، وده أمريكا مش عاوزاه. أنا أربيك وأخليك كوحش، بروضك واستخدمك في كل دول العالم كأداة علشان أعرف أهاجم سياسات الدول دي، أتدخل في الدول دي. لكن إن إيران تتجرأ على أمريكا وحليفتها شيطانة العالم إسرائيل وتبعت لهم مسيرات وتعمل كده بروباجندا إعلامية إنها بتضرب إسرائيل، ده ما عجبش أمريكا والإدارة الأمريكية ولا إدارة الإرهابي نتنياهو، وكان القرار التخلص من أحمد رئيسي قرصة ودن الإيران ورسالة لكل العالم إن اللي مش معانا مصيره الموت.